السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 5 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التألفية. التمرين يقول: نعتبر اف دالة معرفة بتمثيلها المبياني جانبه. هل السؤال الأول، هل اف دالة خطية أم دالة تألفية؟ عل جوابك. السؤال الثاني، حدد اف لإكس بدلالة إكس. إذن نبدأ بالسؤال الأول، هل اف دالة خطية أم دالة تألفية؟ إذن انطلاقا من التمثيل المبياني يمكن لي نقول بأن الدالة خطية أو تألفية. إذا كان التمثيل المبياني للدالة يمر من أصل المعلم، يعني من النقطة أو، فهو تمثيل مبياني لدالة خطية، وإذا كان لا يمر من أو فهو تمثيل مبياني لدالة تألفية. إذن بما أن التمثيل المبياني يمر من أو، إذن اف دالة خطية. لماذا؟ لأن تمثيلها المبياني عبارة عن مستقيم يمر، إذن ضروري خصو يكون مستقيم يمر من أصل المعلم، أي من النقطة O. الآن في السؤال الثاني، مطلوب تحديد F لX بدلالة X. ما معنى هذا؟ يعني مطلوب تحديد F دو X. إذا بما أن الدالة التألفية ف F دو X تساوي A X، إذا مطلوب تحديد A. إذا بالنسبة للتمثيل المبياني، إحنا عندنا 3 على 2، كنعرفوا بأن كل X كيكون عندها واحد الصورة اللي كنسميها F دو X. يعني مثلا العدد 1 الصورة ديالو F دو 1. إذا مبيانيا فالعدد 1 يمكن لي نلقى الصورة ديالو انطلاقا من التمثيل المبياني. إذا 1 الصورة ديالو F ديال 1. العدد 3 على 2 الصورة ديالو F ديال 3 على 2، اللي كتساوي في هذه الحالة 2. إذا كل عدد له صورة. العدد مثلا ناقص 1 الصورة ديالو F ديال ناقص 1، يعني هاد النقطة هادي. وبالتالي مبيانيا إذا تحديد F دي X بدلالة X، إذا بما أن F دالة خطية فإن F دو X تساوي، يعني تكسب على الشكل F دو X تساوي AX مع A معامل الدالة. إذا مبيانيا لدينا F2 3 على 2 تساوي ماذا؟ تساوي 2. إذا الصورة ديال 3 على 2 هي 2. إذا A تساوي ماذا؟ A قلنا كتساوي لنا F دو X على X، يعني F ديال 3 على 2 على 3 على 2. إذا تساوي 2، F 3 على 2 كنعوضها القيمة ديالها على 3 على 2. إذا 2 مضروبة، كنضرب في المقلوب ديال المقام اللي هو 2 على 3. إذا 2 راه عندي بحال 2 على 1، إذا 4 على 3. وبالتالي ف F دو X تساوي 4 على 3 X. إذا بذلك نكون قد كتبنا F دو X بدلالة X.